اعتبارا من السنة المقبلة سيتم تطبيق لائحة تنظيمية مؤقتة على نظام تصريح الإقامة في الصين، ستضمن الحصول على الخدمات العامة الأساسية، فيما سيتم تشجيع الحكومات المحلية على تقديم خدمات أفضل. نشرت اللائحة الجديدة بناء على توجيهات من رئيس مجلس الدولة الصين لي كوتشان، وتتضمن الخدمات العامة الأساسية مواضيع مثل التعليم وخدمات التشغيل العامة وجوازات السفر وتشغيل السيارات وغيرها. ستجعل اللائحة الجديدة الخدمات العامة متاحة لمواطنين أكثر، كما أنها ستعزز المساواة الاجتماعية. تعتبر هذه اللائحة الجديدة جزءا من تغيرات أجريت على نظام التسجيل العائلي بالمعنى بالصينية هوكو، وقامت العديد من المدن الكبيرة في الصين بتنفيذ نظام التسريح الإقامة الجديد. أشار رئيس الوفد الصيني الذي يحضر مؤتمر تغير المناخ بباريس والمبعوث الصيني الخاص لشؤون تغير المناخ شي جين هوا أمس الجمعة إلى أن الصين تعمل حاليا على توثيق الاتصالات مع الأطراف المعنية لبذل الجهود في التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن وقوي وطموح وملزم في الوقت الذي شارف فيه المؤتمر على نهايته. أجرى الممثلون من مختلف البلدان والمجموعات منذ صباح يوم أمس الجمعة الفعاليات الدبلوماسية متعددة الأطراف أو الثنائية، وأقاموا العديد من المشاورات للتوصل إلى توافقات في مجالات تحديد المسؤوليات والدعم المالي وقوة الالتزام للاتفاق وغيرها من المجالات الأخرى. أما الصين فلا تزال تلعب دورا بناء في هذه المفاوضات في المرحلة النهائية من المؤتمر. سنظهر اليوم بشكل كامل الدور البناء والمرن وكذلك الدور الفعال الذي يلعبه الوفد الصيني، وذلك من أجل ضمان توافق مختلف البلدان في هذا المؤتمر. هدفنا النهائي هو التوصل إلى اتفاق وتقديم حل للمشكلة. آليتنا التي نستند عليها مفيدة بكل تأكيد، وينبغي على كافة الأطراف إبداء وجهات نظرها بشكل كامل، ثم من بعدها يتم التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن وقوي وطموح وملزم ومناسب لمختلف الأطراف أيضا. قبل التوصل إلى المسودة النهائية، أكد المبعوثون الصينيون على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة، ولكن المتبعين بالنسبة للوفد الصيني نشاطر أعضاء مجموعة 77 جميع المخاوف، وبطبيعة الحال ستكون مسألة التمايز في صلب اهتمامنا لاتفاق باريس. نود أن نرى الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في اتفاق باريس ومنعكسا في نصوص الاتفاق. نحن في الحقيقة ملتزمون بنفس الهدف، نريد التوصل إلى اتفاق متين بشأن المناخ في مؤتمر باريس. نريده أن يكون عادلا ومتوازنا وطموحا وملزما قانونا، وهذا هدفنا. عقدت ندوة الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية لعام 2015 في بكين اليوم السبت، وحضرها وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي لخص النقاط البارزة للعمل الدبلوماسي الصيني في العام الجاري، كما تحدث وان عن خصائص الدبلوماسية الصينية. أولا، لقد تحسنت صورة الصين الدولية بشكل شامل مع طرح سلسلة من المبادرات والخطط التي ستكون لها تأثيرات واسعة وبعيدة المدى. ثانيا، تم دفع الدبلوماسية الخارجية الصينية إلى الأمام على نحو شامل، هذا وقد تطورت العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبا الوسطى والشرقية. ثالثا، تم تنسيق وتكميل استراتيجيتنا التنموية بشكل تام، وشهدت أعمال بناء مبادرة الحزام والطريق تقدما عميقا. رابعا، تعميق البحوث للنظريات الدبلوماسية الصينية بشكل مستمر، وطرح الاقتراح الرئيسي المتمثل في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
ستستضيف بلدة أوجن بمقاطعة جوجيان شرق الصين الدورة الثانية للمؤتمر العالمي للإنترنت التي من المقرر أن تعقد بين 16 و18 من ديسمبر الجاري. سيشارك في المؤتمر حوالي 2000 من الضيوف الصينيين والأجانب، ويجتمع هؤلاء الخبراء في مجال الإنترنت في مدينة أوجن لمناقشة تطوير الإنترنت ومستقبله. في البداية لا يفهم الناس أسباب اختيار أوجن. أوجن بلدة قديمة تاريخية، وهي تظهر الثقافة جنوب الصين، كما يمكن أن تثير بالنسبة للكثيرين أفضل ذكريات عن الثقافة الصينية. تاريخ أوجن يعود لأكثر من 1300 سنة، فهي لا تملك العناصر الثقافية الصينية فحسب، بل لديها اقتصاد الإنترنت أيضا. واتفق الخبراء على أن أوجن تتمتع بنفس المكانة التي تتمتع بها مدينة دافوس، ويمكنها بذلك أن تمثل الثقافة التقليدية كما تتمتع بسحر الإنترنت. لذلك هي أفضل موقع لاستضافة المؤتمر العالمي للإنترنت. يزور أوجن أكثر من 6 ملايين زائر كل سنة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالثقافة التقليدية بالإضافة إلى استخدام الإنترنت. في أي ركن من أوجن يمكنك أن تدفع تكاليف الفندق والمطعم دون أن تحمل المحفظة. في الوقت نفسه عندما تفتح الخريطة الإلكترونية سوف يظهر أمامك مواقع المطاعم القريبة والمقاهي وغيرها، كما تساعدك على تحديد وجهتك خلال تنقلك. نجح فريق التصوير التابع لقناة CCTV العربية في الجولة إلى إيران وباكستان في تصوير الأفلام الإخبارية من 9 حلقات خلال الأيام الأخيرة. نبث اليوم حلقة ثالثة لها تحت عنوان التعاون الصيني الإيراني في صناعة السيارات. كانت إيران مركزا للمواصلات والتسويق على طريق الحرير في العصور القديمة، وما زالت إلى اليوم تعد أهم ممر تجاري بري وبحري في أوراسيا، حيث ساهم موقعها الجغرافي الفريد في لعبها لدور هام لا يمكن الاستغناء عنه في بناء الحزام الاقتصادي على طريق الحرير وطريق الحرير البحري. تعد صناعة السيارات أكبر صناعة ذات طاقات عظيمة في إيران، وتبلغ قيمة إنتاجها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية الشركات المصنعة الدولية للسيارات، بلغ عدد السيارات الإيرانية الصنع في عام 2014 2,100,000، مسجلا زيادة بنسبة 46.7% مقارنة مع ما كان عليه في العام الماضي. وقد شكلت شركة إيران خودرو وشركة سايبا 90% من نسبة الإنتاج الإجمالية. مع ذلك فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وارتفاع الرسوم الجمركية خلقت قيودا مشددة على تطور صناعة السيارات الإيرانية. عديد شركات السيارات الأجنبية أبدت استعدادها للدخول إلى هذه السوق المزدهرة في منطقة شبه مغلقة، منها شركات السيارات الصينية التي دخلت السوق الإيرانية في عام 2002 وصار لديها اليوم مكانة ثابتة فيها. ومن أكبر المشاريع المعنية مشروع تعاون بين شركة بريليانز أتو الصينية المحدودة لصناعة السيارات مع شركة سايبا ثاني أكبر منتج للسيارات في إيران. أعتقد أن إيران تمثل منصة هامة بالنسبة لشركة بريليانز البافارية في الشرق الأوسط. اتبعنا قاعدة الاستثمار بعد التداول، وقد ألممنا جيدا بالطلب في السوق وحالة إمدادات الموارد، ومن ثم بدأنا الاستثمار وبناء المصانع. وسبق لنا التعاون التجاري مع شركة سايبا لصناعة السيارات، واستثمرنا في بناء مصنع في سبتمبر عام 2013، وتم بناء خط للإنتاج في أقل من سنتين. التعاون بين شركة بريليانس مع شركة سايبا انطلق على مبدأ المزايا التكميلية والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. وقد انطلق تشغيل خطي إنتاج يوم 19 من مايو هذا العام في طهران، حيث تقدم الصين قطع غيار السيارات والدعم الفني، ويتحمل الجانب الإيراني مسؤولية التجميع والصناعة. وبالنسبة لحكومة طهران يساعد التعاون مع الشركات الصينية على ترقية مستوى تكنولوجيا الشركات الإيرانية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية. أما بالنسبة للشركات الصينية فتحصل في المقابل على سمعة جيدة على أساس التكلفة وجودة السيارات.
تعتمد سيارة بريرينس على عناصر تصميمية لسيارة بي ام دبليو مع أداء جيد وتكلفة مقبولة. تتحمل شركة سيبا مسؤولية خدمة ما بعد البيع، وخدمتها جيدة جدا. إنها نموذج سيارة رائجة في السوق الإيرانية. وقال مسؤول من الجانب الإيراني إن الحكومة تبحث عن حوافز استثمارية تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية في صناعة السيارات الإيرانية. سوق السيارات في إيران ضخمة، فعدد سكان البلاد أكثر من 80 مليون شخص. طالبت وزارة الصناعة الإيرانية بتصنيع السيارات المحلية، فبدأنا بالتعاون مع شركة بريليانس. نأمل ألا يقتصر التعاون بيننا على بناء خطي إنتاج فقط، بل مساعدتنا على صناعة بعض قطع الغيار في إيران بدلا من الاعتماد على الأجزاء المستوردة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في بناء المصانع المحلية. فشركتنا لا تبيع السيارات في إيران فقط، بل تخطط للدخول إلى سوق الشرق الأوسط. التعاون بين بريلينس وسايبا هي صورة مصغرة لتعاون بين الصين وإيران، التي ستكون نقطة مضيئة جديدة لتعاون تجاري بين البلدين، كما ستقدم مساهمات جديدة لتعاون الثنائي تحت إطار الحزام والطريق. CCTV طهران. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد أمس الجمعة أن بلاده لن تسحب قوتها من العراق. تأتي هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي في وقت سابق من اليوم ذاته أن بلاده ستقدم تقريرا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة تتهم فيه القوات التركية بغزو البلاد، وتطلب من مجلس الأمن بأن يأمر تركيا بسحب قوتها. ألقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خطابا تلفزيونيا يوم الجمعة، حيث شدد من جديد على طلبه لتركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، قائلا إن تحركات تركيا تنتهك سيادة العراق. تركيا مدرعة من دون موافقة الحكومة العراقية لا يعتبر مساعدة ضد الإرهاب، بل هو انتهاك للسيادة العراقية وانتهاك فاضح لهذه السيادة، وليس على الأراضي العراقية اليوم. وردا على موقف العراق المتشدد، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا على عدم سحب القوات التركية. لن نسحب قواتنا، وسنواصل تنفيذ خططنا بشأن تدريب الجنود العراقيين، وبالطبع إننا نسعى إلى تفاهم بين البلدين، ولم نرسل قوات للقتال هناك أبدا، وفي هذه المرة لم نرسل إلا تعزيزات، وكان الهدف هو حماية جنودنا الذين يقومون بتدريب الجنود العراقيين. تراجعت العلاقات التركية الروسية بعد حادث إسقاط أنقرة لطائرة الحربية الروسية. في هذا الوقت الحساس أرسلت تركيا قوة عسكرية إلى العراق، ما أثار احتجاجات الحكومة العراقية التي دعت مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة تركيا بسحب قوتها، إلا أن تركيا أصرت على بقاء قوتها في العراق، والدوافع التي جعلت تركيا تتصرف بهذا الشكل في التقرير التالي. أرسلت تركيا قوة عسكرية إلى معسكر قريب من خط المواجهة في شمال العراق الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مهمة لتدريب وتجهيز القوات العراقية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية وفقا لتفسيرات تركيا. وفي هذا الصدد قال محللون أن تصرفات تركيا هذا تهدف إلى تكوين قوة لمواجهة حزب العمال الكردستاني في سوريا من ناحية، ومن ناحية أخرى لتعزيز نفوذها في الشؤون الإقليمية. وكانت روسيا قد اتهمت تركيا بشراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخرا إن معظم النفط من الجماعات المتطرفة يتم تهريبه عبر تركيا. وأشار المحللون إلى أنه إذا كانت هذه التهم صحيحة فتصبح أسباب عدم انسحاب تركيا لقواتها واضحة، كما أن الضربات الروسية ضد حقول النفط التي تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية قد عرقلت نقل النفط من داخل سوريا إلى تركيا. ومن المرجح أن ترسل تركيا قواتها إلى العراق هذه المرة لفتح ممر جديد لنقل النفط إلى داخل البلاد. هذا ودعا العراق مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة تركيا بسحب قواتها،
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأنه لن يستجيب لمطالب العراق بسحب القوات. أما المحللون فيقولون أن الفضاء الاستراتيجي لتركيا في الإقليم يتقلص باستمرار وسط النتائج الملموسة التي أحرزتها الضربات الروسية والغربية ضد التنظيم المتطرف، وأن تركيا أرسلت قواتها في هذه الفترة في محاولة لجس نبض ردود الفعل من قبل الأطراف المعنية، مما يقدم مراجعة لوضع استراتيجية إقليمية في المستقبل. ويعتقد المحللون أن دخول القوات التركية في العراق قد يغير موقف الأطراف لمكافحة الجماعات المتطرفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم ثقة العراق بقوات الناتو وتحيزه إلى تحالف مكافحة الإرهاب الذي تقوده روسيا. حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاجتماع الموسع لوزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، حيث قال إن القوات الروسية المتواجدة في سوريا ستقضي قطعا على كافة الأهداف التي تشكل تهديدا لها. قال بوتين إن القوات الروسية استخدمت أسلحة مضادة للطائرات جديدة ومقاتلات لضمان أمن القواعد الروسية داخل سوريا، محذرا الأعداء من استفزاز القوات الروسية لدى سوريا. أمرت القوات الروسية باتخاذ إجراءات مشددة للغاية، وأي حدث يحدد وحدات القوات الروسية المسلحة أو المنشآت على الأرض سوف يدمر فوريا. أضاف بوتين أن هدف العمليات الروسية داخل سوريا ليس مصالح جيوسياسية بحتة أو اختبار أسلحة جديدة، بل هو حماية لروسيا من تهديد الإرهابيين. وقال إن القوات المسلحة الروسية داخل سوريا تعمل في نفس الوقت مع أجهزة الاستخبارات الروسية داخل روسيا والقوات السورية الحكومية والجيش السوري الحر، وتقدم لهما أسلحة وذخائر ودعما جويا لمساعدة الأخيرتين في توحيد القوة لمكافحة الإرهاب. قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن ثلاثة قادة من داعش قد قتلوا مؤخرا خلال غارة جوية شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من بينهم المسؤول المالي للتنظيم، الأمر الذي قد يؤثر على اقتصاد التنظيم بشكل كبير. أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل سيف وارن في إفادة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن المسؤول المالي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش موفق مصطفى محمد الكرموش المدعو أبو صلاح قد قتل في العراق نهاية نوفمبر الماضي. ولم يكشف وارن عن مزيد من التفاصيل، ذاكرا فقط أن أبو صلاح المسؤول المالي الثالث الذي تم قتله في داعش، وحسب ما قاله الجيش الأمريكي فأن أبو صلاح قد عمل لتنظيم القاعدة قبل انضمامه إلى داعش. قمنا مؤخرا بشن غارة جوية ضد ثلاثة قادة في النظام المالي وشبكة القيادة لداعش في العراق. إن مقتلهم سيضعف من فعالية وقدرة التنظيم من حيث القيادة والتمويل. وأضاف وارن أن القائدين الآخرين اللذين قتلا هما أبو مريم وهو مسؤول عن أنشطة الابتزاز، وأبو واكمان التونسي وهو مسؤول عن نقل الأفراد والأسلحة والأخبار. وبعد اندلاء الهجمات الإرهابية في باريس وقضية الطائرة الروسية، ضعفت كافة الدول من قوته في مكافحة الإرهاب، على الرغم من أن من إعلان الدول الشرق الأوسط تشديد العمليات العسكرية لضرب التطرف والإرهاب مثل تنظيم داعش، إلا أن انعدام الثقة المتبادلة زاد من صعوبات تضامن الدول. خلال السنة الجارية واجهت السعودية عدة هجمات إرهابية أعلن داعش مسؤوليته عنها، فشددت السعودية الإجراءات الأمنية داخل البلاد وأعلنت إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في يوليو. واعترف بعض المحللين بأن قوة السعودية لوحدها ليست كافية، لكن لكل دولة طرقها الخاصة في مكافحة الإرهاب. وتعتقد السعودية أن إيران تحاول تمتين مكانة الرئيس السوري بشار الأسد والسيطرة على سوريا من خلال مكافحة الإرهاب، وأن السعودية لم تسمح بذلك. سوريا دولة مهمة جدا للأمن القومي العربي، وأي إخلال بموازين القوى الإقليمية نحو سيطرة إيرانية على سوريا
سيضرب المصالح العربية والخليجية والسعودية بالذات في العمق، والرياض لن ترضى بأي إخلال في موازين القوى وستقاوم ذلك عبر دعم الشعب السوري. من جانبها قالت إيران إن سوريا متواجدة على الجبهة الأمامية في مكافحة إسرائيل، ما يجعل منها سببا رئيسيا لدعم إيران للحكومة السورية. وقد أشار محلل إيراني إلى أنه ليس على السعودية انتقاد إيران، لأن السعودية لها طريقتها في مكافحة الإرهاب. بداية السعودية ترى أن إيران منافس لها، فتتخذ أي إجراءات تضعف من مكانتها. فضلا عن ذلك تتأثر التنظيمات الإرهابية بالسلفية والوهابية أيضا. شاركت تركيا في تحالف مكافحة الإرهاب في يوليو الماضي، لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن أغلبية الأهداف التركية هي حزب العمال الكردستاني الذي ينشط على الحدود التركية والسورية والعراقية وليس تنظيم داعش. وقال محللون إن الحكومة التركية لها مخاوف من آثار حزب العمال الكردستاني. سنواجه اشتباكات مباشرة بعد انتهاء عملياتها ضد داعش، فإن الحزب سينقل سلاحه إلى تركيا وهذا ليس مفيدا لتركيا. ويرى المحللون أن انعدام الثقة المتبادلة بين الدول هو سبب زيادة الفوضى في المنطقة، وقد قدم ذلك فرصة لانتشار الإرهاب وتسلله إلى جميع أنحاء العالم. أفادت وكالة أنباء اللبنانية الرسمية أمس الجمعة بأن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أطلق سراحه بعد اختطافه لساعات على أيدي جماعة مسلحة في لبنان، وتم تسليمه إلى الشرطة اللبنانية بعد ذلك. أفادت التقارير بأنه تم اختطاف هانيبال من قبل جماعة مسلحة بعد دخوله منطقة البقاع اللبنانية من سوريا في يوم الخميس الماضي، مضيفة أن الخاطفين طالبوه بتقديم معلومات عن الإمام اللبناني موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا منذ 37 عاما. وفقا لمصدر أمني لبناني، فإن نجل القذافي تعرض للاختطاف أثناء زيارته إلى زوجته اللبنانية في منطقة البقاع. وكان هانيبال قد ظهر في مقطع فيديو بثته قناة الجديد اللبنانية وعلى وجهه آثار تعرضه للضرب، لكنه قال إنه في صحة جيدة، وطالب كل من لديه معلومات حول الإمام موسى الصدر بتقديمها. ووفقا لمصادر الشرطة اللبنانية، تم إطلاق سراح هانيبال بعد وقت قصير من اختطافه، ثم تم تسليمه إلى الشرطة اللبنانية ونقله إلى العاصمة اللبنانية بيروت. جدير بالذكر أن هانيبال هو الابن الخامس للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفر من ليبيا في عام 2011، وبعد ذلك حصل على اللجوء السياسي في سلطنة عمان. شن مقاتل حركة طالبان هجوما بسيارة ملغومة على مكان قرب السفارة الإسبانية في كابول مساء يوم الجمعة. هجوم كبير وقع في منطقة شيربور في وسط كابول، حيث يعيش الكثير من كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية وكذلك بعض مكاتب الهيئات الأجنبية لدى أفغانستان، بما في ذلك السفارة الإسبانية لدى أفغانستان. وأعلنت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وبعد الانفجار أرسل الجيش الأفغاني عددا كبيرا من الجنود إلى مكان الحادث، حيث كان هناك تبادل لإطلاق نار مكثفة مع طالبان لعدة ساعات. وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية الأفغانية إلى أن هدف الهجوم الحقيقي هو السفارة الإسبانية، ولكن لم يرد أي رد رسمي من الحكومة الأفغانية بهذا الشأن عن هذا التقرير. هذا وأصيب 7 مدنيين على الأقل في هذا الهجوم. وقال أيوب سالانجي نائب وزير الداخلية إن 2 من المهاجمين قتل على أيدي القناصة، فيما أصيب 3 بجروح. هذا وتقدمت قوات الأمن بحذر إلى المكان خشية وجود مهاجمين بالداخل.
نية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.